ونبقى مع الفاضل الجزيري المسرحي والسينمائي التونسي لنتابع تجوالنا في محطاته ومسرحه ومشهده وطقوسه. لقد عرفنا الفاضل في الحلقة السابقة على مطارحه الأولى على مدرسة وحي ومسجد وضريح وذاكرة، ولعل أهم تلك الأمكنة في حياته كما يروي وفي حياة تونس أيضا هي المدرسة الصادقية التي كما سلف الذكر خرجت النخب التي أدارت شؤون البلاد، منها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والشاذل القليبي وآخرون كثر في السياسة والفكر والثقافة، والجزيري واحد منهم. إذن محطات هامة كونت شخصية الفاضل، ولعل الحقبة التي تركت بصماتها في حياته وفي حياة جيل كامل كانت ستينات القرن العشرين، زمن التحولات الكبرى. دائما سؤال الستينات يتردد، يعني يلح علينا كل يوم تقريبا، أنه لماذا الستينات كانت هالقد غنية بالتجارب الإنسانية الكبرى، هالقد غنية بالفكر، هالقد الناس أقرب إلى الحياة، محظوظين لأنه المجموعة هذه اللي نتحدث عليها مجموعة كانت عندها إمكانيات للسفر، للإطلاع، سوق الفكر والأدب كان معناها سوق مفتوح، عندنا الإمكانية باش نشري الكتب، باش نتفرجوا في الأفلام، عندنا حرية كبيرة في المناخ، حر بطريقة ما يتصورها حتى حد في تونس، معناها عندنا علاقة متميزة مع الأساتذة متاعنا، مع الشخصيات الأدبية والفكرية كانوا قراب منا، سي محمود المسعدي قريب منا، سي شادي القليبي قريب منا. كانت مرحلة منجبة للفكر والإبداع، مش فقط في العالم العربي وفي تونس، في العالم كله. الستينات كانت محطة كبيرة. وفي تونس كان الظاهرة هذه كانت قوية. نعم، هذا اللي هام. والحظ هذا هو أنه الناس كانت تجي لتونس، معناها الفنانين الكبار، الشعراء الكبار، الفلاسفة الكبار كانوا يحضروا، كانوا نتعاملوا معاهم، نمشيوا نحضروا لهم في المحاضرات متاعهم. نعم. قرأوا ناس من عظام من العظام في تونس، جاءوا ألقوا دروس. لو أراد أحد أن يؤرخ للمسرح التونسي سوف يتوقف طويلا عند محطة هامة شكلت علامة فارقة في المسرح العربي بشكل عام، وهي فرقة المسرح الجديد التي ضمت أسماء طموحة ومغامرة ومبدعة، هم فاضل جعيبي، جليلة بكار، محمد إدريس، توفيق الجبالي، حبيب المسروقي، وبالطبع فاضل الجزيري. وكانت أولى ثمار تلك الفرقة العرس وغسالة النوادر. وصلت هذه الفرقة نشاطها لحوالي 15 سنة تقريبا، بعدها تشتت الشمل وذهب كل إلى تكويناته أو إلى عالمه الخاص مسرحا وسينما. حدا بيفكر من هذه من أعضاء الفرقة مسرح الجديد إعادة إحياء لهذه التجربة كتحية على الأقل لما قدموا المسرح الجديد من عناوين، من يعني ومن شغل على المسرح والممثل والنص، في فكرة هيك لإعادة إحياء هذه الفرقة في لم شمل هذه الفرقة مرة أخرى ولا صعب؟ يظهر لي لا، يحتمل التجربة هذيك، يحتمل شبان، ممثلين شبان بشي ينجموا يقوموا بنفس التجربة. لا، أنا سؤالي يختلف، سؤالي أنه أما أحنا يظهر لي بالنسبة لل والله أصبح كل واحد في واد، يعني صعب. مثلا أنا نتصور اللي بالنسبة للجعايب